خلص التحميل بتاعه، هنخش دلوقتي على خطوة حساب الكميات. هقول له ظهر لي قايمة فيها الالاينمنت والسامبل، هقول له اوكي. ظهر لي قايمة تانية هختار منها وسائل ادخال الماتريال، هقول له امبورت انذر كريتيريا. في راند كات هقول له لا شغال في الايرث وورك، واقول له اوكي. طب الايرث وورك هقول له خد لي الاكسيستنج جراوند اللي هي السيرفيس، اما الداتا فخد اللي هو الكوريدور. اوكي بيعمل لي عملية كومبيوتنج ماتيريال او حصر للكميات زي ما احنا شايفين، عشان نحطها في شكل جدول. بياخد وقت شوية، آخر خطوة عندي وهي إن أنا أحط الكميات دي في شكل جدول عشان أعرف كل ستيشن قدامها قد إيه قط وقد إيه فيل وقد ايه الاجمالي الكوميوليتيف بتاع كل ستيشن، وفي الاخر خالص بيديني البرنامج كمية اجمالية لمقدار الحفر والردم داخل هذا القطاع وداخل الطريق بالكامل. وطبعا ده بيوفر عليك كثير من الوقت والجهد نتيجة عملية الحسب الحساب بطريقة المساحات طبعا، ودي ميزة بيتميز بيها برنامج السيفل عن اي برنامج تاني اشتغلنا بيه. مستنيين دلوقتي البرنامج يخلص حل، يخلص حساب.